الصوم والصلاة يغزيني الشيطان والزهد يهزم طغيانه والمحبة أساس كل البنيان والتواضع يخمد نيرانه. ألا تهتموا للغد بشأني فإن الغد يهتم بشأنه. أطلبوا أولا ملكوت الله وهذا كله تزدادونه. اعطوا صدقة للمنقطعين لتشاركوهم في الميراث وكونوا في الإيمان ثابتين وتاجروا في العشرة وزنا. في دار النعيم لابسين تاجات وعذابا مخلد للحائدين ودودا لا ينام شبه الحياة. لا تكونوا زاوي لسنين والشرائع لا تحابوا فيها ولا تمشوا أيضا بوجه فإن لا سماء أعمالهم تخزيهم. طوبى للرحمة على المساكين فإن الرحمة تحل عليهم والمسيح يرحمهم في يوم الدين ويحل بروح قدسه فيهم. دواء يبري كل الجراحات الصوم والرفع بالمساكين من بعد العماد سيدنا صم 40 يوما في الجبل كاملين. فجع في الآخر جوعا بالآلام فجسر المجرب وناداه بيقين قال له قول للحجارة أنت بكلام تصير خبزا يحيي الجائعين. فرشقوا سيدنا من فيه قال ليس بالخبز يحيى الإنسان بل بكل كلام الله. اهرب من خلفي يا شيطان. فلما سمع ذا القول دهى وصار زاهق مثل الدخان فخاب أمله وانقطع رجاء وصار مغزي مطرود موها. لأنه لسا سارق ومهين والسهارة لا يسطي عليهم بل يجي للمتغافلين في وسط شراكه يرميهم. طوبى للرحمة على المساكين فإن الرحمة تحل عليهم والمسيح يرحمهم في يوم الدين ويحل بروح قدسه فيهم. كلام الكتب يحيي الأرواح وحفظه يمحي كل الذنوب والطوبى مرهم لكل جرح والمحبة تستر كل العيوب. أما الفضائل والأفراح بها يكمل كل المكتوب سيدنا هو رضي بسماح بالمحبة سرع عنا مطلوب. تجنبوا المكسب المذموم وصلوا عشية مع باكر واستكفوا بالرزق المقسوم كما فعل الابن الشاطر. ارفعوا القرابين في كل حين بعقل حريص متيقظين وكونوا دائما سهرانين ولا تتهاونوا في شروط الدين. والرؤساء لا تشكوا فيهم لأنهم عنكم سهرانين
يصلوا الليل والنهار طالبين النجاة والخلاص من باريهم. أمر الرحمة على المساكين فإن الرحمة تدل عليهم والمسيح يرحمهم في يوم الدين ويحل بروح قدسه فيهم. رب الجيوش العلوية اتضع ولبس صورة إنسان وتكلم مع امرأة سامرية قال لها اسقيني فإني عطشان. قالت له فارغ الهدرية وليس لك دلوان يا إنسان، تعالوا انظروا خالق كل برية كيف يعطش وهو ربح جزيل وعزاء ونعيم مهيأ لمن يعمل صدقات، حقا يصير ابن ابراهيم بحسب الايمان والنية ويصير وريث فردوس النعيم ويشبع من كل الخيرات. هذا جزاء من يأوي سقيم ويكسي العرايا في خفايا. المحبة هي برج حصين وكل الفضائل تنميهم وسراج مضيء لكل الطالبين وهو نور يشرق فيهم. قبل الرحمة على المساكين فإن الرحمة تدل عليهم والمسيح يرحمهم في يوم الدين ويحل بروح قدسه فيهم. يسوع مشيا في الطريق فوفى بارتيماوس الأعمى في الزحمة فصاح ارحمني يا ابن الله يا إله الرافة والرحمة. فتفل على الأرض من فيه وطلب عيني ذلك الأعمى وللوقت انفتحت عيناه وأبصر النور بعد الظلمة. كم عجائب لسيدنا ظهرت والنزف منع عنها الجريان وبلمس ثيابه قد طهرت والخطيئة قبلها في بيت سمع. والمياه من هيبته انقلبت خمرا طيبا وسط الأدنان والأمانة الصحيحة به ثبتت وانتشرت في كل حل الموثوقين وأشرق في الظلم عليهم وخلص كل المسبيين من زلة آدم أبيهم. قبل الرحمة على المساكين فإن الرحمة تدل عليهم والمسيح يرحمهم في يوم الدين ويحل بروح قدسه فيهم. واصبوا على الكنائس واتلوا القراءات وضوقوا صدوركم في الصلوات. وأي إنسان لا يحب أخا فهو كائن في وسط الظلمات. قول الرسائل يا محلاه ألذي من شهد الخليات، بولوس ردي به كل عصا أحرار وعبيد ذكور وإناث. بيت العبادة والإرشاد البيع الأرسوس أوكسية بيت الملائكة والأجناد بيت الأمة النصرانية موضع لنا فيها مأوى
لأجل خلاص البشرية، يذكر عنه نشيد الأنشد في المواعظ والدسكولية. أم الأولاد تفرح بالبنين، يكون عطاشا ترويهم، وأوعيتها دايما ملآنين والقائمين فيها تسقيهم. دبر الرحمة على المساكين، فإن الرحمة تحل عليهم، والمسيح يرحمهم في يوم الدين ويحل بروح قدسه فيهم. حبوا الأعداء وسامحوا اخواتكم، لتصيروا بنين لله المتعال، وباركوا على من يشتمكم كما قال في الإنجيل بكمال. لا تطعموا من يطردكم، لأن الشر آخر قتال، ولا تدعوا شيئا خيرا يلقاه يوم القيامة في السماوات، ومن يعمل شرا يشقاه، دائما يقاسي في عقوبات. فإلهك وعمل وصاياه، وهو ينجيك من الآفات، ومن نصب الموتى بين اتقوا اخواتكم المحبوسين، وحنوا بالشفقة عليهم في المصائب، كونوا لهم مشاركين، فإن الأعضاء تساعد بعضهم. دبر الرحمة على المساكين، فإن الرحمة تحل عليهم، والمسيح يرحمهم في فيهم. نعم ما أحلى طعم الصلوات، أحلى من عسل الأقراص، داخل فمك سكر نبات، وهي أجمل من حلال الأعراس. منها يفيض ينبوع البركات، كقول دافيد بإبروفيتيس، وهي تكمل القداسات، وبها تحيا كل نفوس. يهوذا اللعين بعدما صار، أتاه الشيطان وأصبح مفقود، ومضى إلى القوم الأشرار، وتآمر معهم على المعبود. في دار الولاية عقل انذر، وأخذ ثلاث في الضب عدود، وانشط باسمه دون الأبرار، وصار من مرتبته مطرود. بحب الفضة خسر الدارين، والراغبين فيها تعميهم، حنانيا وسفيرة الطماعين، غضب ربنا أتى عليهم. دبر الرحمة على المساكين، فإن الرحمة تحل عليهم، والمسيح يرحمهم في يوم الدين ويحل بروح قدسه فيهم. اذكرني يا ربي في ملكوتك، كما ذكرت يوسف ونيقوديموس، واللص اليمين سمع صوتك القائل امضي الى الفردوس. يا من احيتنا في صلبوتك، اخزي عنا بزي فلوس، واحفظنا بقوة لاهوتك بصلاة مريم تبارك.
شعب المسيح يكون في سلام مشمول بالنعمة الإلهية يا طبيب المرضى والأسقام طهرني من كل خطية يا من قبل عنا الألم وصلب باللس حرامية اذكرنا في يوم الزحام وهبنا ملكوتك الأبدية البابا تركنا عمود الدين والأسقف والكهنة أجمعين والبنين والإخوة والوالدين ومرضى البيع عايش فيهم ونسأل من ربنا يسوع أن يجعل دعاءنا مسموع نتضرع إليه بكل خشوع لنفس بنعمه السرمدية أظهر الرحمة على المساكين فإن الرحمن سل عليهم والمسيح يرحمهم في يوم الدين